الله سبحانه وتعالى حمانا في هذا البلد من الشرك ووسائله، اي عبادة غير الله او التوسل بغير الله من الاولياء الصالحين، ولكن ماذا عن عبادة الجاه والمال والمناصب؟ والرسول يقول ما معناه تعس عبد الدينار الى اخره. هذا خطر عظيم، هذا خطر من حذر منه، فان حب الرياسة وحب المال خطير جدا، عبادتها ان يرضى لها ويغضب لها، هذا نوع من الشرك الاصغر، ينبغي الحذر من ذلك. وإنسان حبه وبغضه من اجل الدنيا ينبغي الحذر من ذلك، هو ان اعطي رضي وان اعطي سخط، هذا كثير من حال الناس، ليس ولاؤه لله ولا حبه لله، بل هو يحب للدنيا ويكره للدنيا، هذا نقص في الايمان وضعف في الايمان. والله المستعان.